نعرفكم يا محمد. والله صار لنا زمان ما جينا هان، شفنا هذا الفيو اللي هان، والله ما شاء الله سريعين. طلعت هذه هي نهاية الطريق. يا عم حل عني، انا مش عارف كيف اتعامل مع العنصرية تاعت العصفور هاي. مساء الخير. شو تطلع بفلوق؟ تدفع لك 10 يورو. هذا والله مش على كل فلوق 10 يورو. انت بتدفع لا تطلع معك. ايه بدفع لك مو مشكلة. 10 يورو. اعرفكم مع محمد. هلا والله بشعر الطيب. يعني إذا كنت بتكلم لبناني فهذا هو السبب. أنا يعني لهجتي مش لبناني. فهو عشان يطلع معي؟ قريب كثير. ايه قريب كثير. بس عشان يطلع معي أنا دافع له 10 يورو يعني. كل فلوق من يومه طالع 10 يورو. يعني الاحتياط لسه ما زال واجب. نحن خفت الحالات كتير. راح علينا نشتغل في الجيت وبعدها بروح مشوارنا. طبعا احنا رحنا على دنهوف وعالجيت ايش؟ رايحين على محل الشاورما نجيب حاجة ناكلها وبعد هيك نطلع على البحيرة تاعتنا. يلا بينا يلا. جينا عينا على هذا الشارع اللي مليان محلات. انا محسن الوضع، لقيت الناس تاكل في الشوارع عادي. يعني نقطه كويسه. خلينا نجيب من عند هذا. شو خلصت؟ عادي. اخيرا خلصنا. تفضلوا عشان ما تقول لي قصه وما بعرف شو. يلا يسلموا يسلموا. طبعا هم هلقيتها متحين الاكل في الشوارع فقط مش في قلب المحل، يعني في الهواء الطلق. هجيت ناخذ المترو وبعدها بناخذ البوس من هالت شتل اللي عند الجامعه. ضايل دقيقتين للاوبان فاحنا نسرع. طيب هين اجينا هلقيت على الجامعه عشان ناخذ البوس من هان. اكيد متحمس انت، حماس الف صح؟ المهم نلاقي البوس وين؟ المهم نلاقي البوس وين؟ هاي تسد البوس. خلاص احنا تلقينا. هيدروليك. طيب قديش ضايل؟ ضايل 8 دقايق. هين هجيت اجينا للبوس هل تشتله وشفنا هنيك على هذه القائمة انه قدامنا 9 محطات واعتقد ضايل للبوس حوالي 10 دقايق او اقل. والله صار لنا زمان ما جينا هان. ما بعرف اذا فاكرين هذا الاشي ولا لا، فانا قبل سنة تقريبا عملت انا ومصطفى فيديو، بس اليوم انا جاي مع محمد. الاجواء صراحة رائعة جدا، يعني الحرارة 27 شوب شوية او نوعا ما شوب، واحنا اصلا تقريبا الساعة 7 المساء، 7 وشوية، فاحنا تعمدنا تكون متأخرة عشان الواحد يكون رايح في الجو البراد ويستمتع في الاجواء الحلوة هان. ويعني ان شاء الله ما يكون الزحمة كثير لانه احنا بنصور يوم الاثنين. شوفوا كمية البجع والوز، ولا ما بعرف شو اسمه هذول. هذا بط؟ لا والله ما بعرف. وز ولا بط. مستمتعين في الأجواء. طيب لقيتها. شو اجت وقت الأكل. طبعا هاي أول وجبة في اليوم، هي الشاورما بس مش مبينة كتير عشان الإضاءة. فهذا هو غدانا لليوم، فبشوفكم بعد ما نخلص وتستمتعوا في هذا المنظر اللي راح يكون هان. هلقيت بدنا نروح عن طريق الجسر هذا، نروح على الطرف الثاني اللي هنيك. فيلا فينا. شوف الجسر، عاملين ممرين الجسر، ممر اللي رايح وممر هان اللي جاي. شوفوا ما شاء الله كيف المنظر هنا من الجسر. واو ما شاء الله صراحه بحيره عالميه اللي احنا بنستكشفها كلها ان شاء الله. احنا واحنا بنتمشى شفنا هذا الفيو اللي هان، صراحه حاجه رهيبه جدا. محمد التليفون تاعه بصور صور حلوه، فتصورنا شويه صور احط لكم اياها هلقيت. بس كمان البعوض اكلنا والهسس وما بعرف شو، يعني يمكن هذه السلبية في الطبيعة انه انت بيكون في كثير حشرات بس طبيعة حلوة طبعا، يعني مش هنحكي حاجة، يعني طبيعة الله يخلينا الطبيعة برضو. اوبا عاملين هنا سباق.
ما بعرف اذا مبينين من الشمس ولا لا. والله ما شاء الله سريعين. والله ما بعرف كمان اذا شايفين في هناك ناس قاعده بتمارس هوايه انه بيجيبوا شو اسمها هاي السيرف بورد. في ناس بتجيب السيرف بورد اذا شايفينهم هناك وبيعملوا من رياضتهم. هاي رياضه مثلا برضه شايفين كنا هناك. هاي طبعا لسه باقي البحيره كمل هنا هيك. ما بعرف الجزء الثاني هذا بالبحيره ولا هم متصلين مع بعض او احنا يعني مثلا ماشيين في جزيره هان بين البحيره وما بعرف شو بالظبط. بس انا لسه في تكمله. احنا قاعدين بنمشي وبنمشي 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 ولحتى الان مش عارفين وين رايحين. هل هيكون هذا الطريق تكمله للطريق هذيك اذا شايفينها او بطلنا شايفينها هذيك او احنا وصلنا للنهايه شكلنا؟ ايش هذا الاخضر؟ شو هذا يا محمد؟ طيب بالنهاية طلعت هذه هي نهاية الطريق. ما يعني هيك كأنها شبه جزيرة هان بين البحيرة اللي هان والبحيرة من هان. بس انه هي يعني زي لسان بيناتها. فاحنا نعود ادراجنا ممكن نروح نقعد في المنطقة هذيك. اول منطقة رحنا قعدت عندها. ما بعرف اذا شايفين الهسهس ولا لا. بس عن جد اكلنا. شايفينه؟ البرغش؟ اسمه البرغش. هسهس. هسهس وليس برغش. يا عم حل عني. يعني انا لاحظت انه هذا الشارع مليان ناس هدول اللي على العجلات. فطلع مخصص لهم. احنا للناس اللي معهم بسكليتات وهيك يجوا هون. تصحيح للمعلومه، الجسر هذا للعربات والبسكليتات لهذا، وهذا للمشاه مش للي رايح ولا اللي جاي. فنصحح المعلومه ونمشي من هم باحترامنا. طيب هين رجعنا هالجيت لاول مكان كنا بنصور فيه. يعني يمكن هذا اهدى مكان واحد يقف يتكلم شويه وهيك. طيب خلال فلوق اليوم وزيارتنا للمكان الحلو الرائع جدا صراحه واللي يعني زرته قبل هيك وزرته هيني كمان مره وانبسطت فيه. فحب اتكلم في موضوع بسيط شويه اللي هو موضوع العنصريه. يعني انا كنت وتكلمت وحكيت وعملت فيديو كامل عن هذا الاشي، هحط لكم اياه طبعا يطلع هان، روحوا شوفوه. حكيت كل حاجه بالنسبه لهذا الموضوع وبعتقد انه مضى الاشي عندي بالنسبه لهذا الموضوع. ولكن اللي خلاني اتكلم تاني فيه انه بعض الناس مصره بشكل غريب انه المانيا ارض العنصريه الخصبه او ما بعرف شو، رغم انه كثير منهم للعلم مش عايش في المانيا وبيحكي الكلام بناء على حاجات سمعها او ما شابه. يعني ممكن يكون مثلا قرأ خبر عن حادثه عنصريه في مكان ما في يوم، فهو بده يهول في الموضوع لدرجه انه احد الاشخاص طلع وحكى لي في التعليقات انه انت كيف عايش في الاراضي الالمانيه وارض العنصريه وما بنعاش فيها وما بعرف شو. حدا تاني سبحان الله في نفس اليوم بيحكي لي يعني إيه انت راجع حالك بالنسبه للكلام اللي بتحكيه بالنسبه للعنصريه والكلام هذا اللي بتحكيه مش صحيح وما بعرف شو. اوكي انا للعلم في الفيديو ما نفيت موضوع العنصريه، يعني قلت اكيد في نسب عنصريه، ما نفيت الموضوع بالمره، ولكن الموضوع لا يرقى نهائيا لحجم التهويل اللي احنا بنشوفه. يعني في نسبه تهويل مش طبيعيه، انا بشوفها على الجروبات، بشوفها في البوستات في الفيديوهات. الموضوع مش مستاهل لهالدرجه ابدا ابدا. هو كان يتكلم عن احصائيات، حكيت له اعطيني الاحصائيات اللي انت بتتكلم عنها. هو بيقول انه احصائيات العنصريه في المانيا بتزايد بشكل كبير جدا. قلت له اعطيني المصدر، يعني من وين بتجيب الكلام انت؟ طبعا انا اكيد ما بنكر انه في بعض الحالات العنصريه اللي بتصير، ويعني انا بعتقد انه الواحد ممكن يركز شويه على بعض الحالات العنصريه شويه كبيره واللي انا بشوفها طبيعي. يعني احنا بنتكلم عن مجتمعات بشريه، وللعلم في مجتمعاتنا العربيه، يعني انا عشت واصدقاء كثير الي عاشوا طبعا في مجتمعات عربيه، يمكن في عندنا نسب عنصريه بالنسبه مثلا لناس جايين من مدينه معينه، للون بشره معين، لعيله معينه، لقبيله معينه، في نسب عنصريه اعلى بكثير من هنا. انا بوجهه نظري الشخصيه اللي يمكن بعض الناس ما تعجبهم، ولكن انا هذا اللي شايف. يعني ملخص الكلام انه موضوع العنصريه هان نعم موجود، ولكن زي ما بقول لكم نسب طبيعيه زي ما هي موجوده في اي شعب موجود على الكره الارضيه. الموضوع مش مخيف للدرجه اللي الناس بتهول فيه. ارجوكم يعني كونوا دقيقين في الموضوع. وصراحه حابب احكي لكم موقف لطيف صار معي من اكم من يوم مع واحد معي الماني ساكن في السكن. فشوف الاحترام اللي هو بيعيش فيه، شوف الثقافة اللي هي موجودة عنده. انه هو بيحكي لي انا جايب لحم عادي، بقول اوكي. فبسألني بيقول لي هل انتم مثلا لو شويت انا لحم خنزير على الجريل المكان اللي احنا بنشوي فيه، فهل هو حرام انه انتم مثلا تشووا بعدي وتاكلوا؟ قلت له يعني نوعا ما يفضل انه انت ما تعملش هيك. فقال لي انا عشان هيك انا بحب لحم الخنزير جدا، ولكن ما شريت لحم خنزير احتراما لكم عشان انتم يعني تكونوا قادرين على استخدام هذا المكان من بعدي. فشوف الثقافه اللي عند هذا الزلمه، رغم انه هو الماني زي ما الناس بتصور وصور لك انهم شو لا عادي يعني فكره. وحتى كمان استغربت شويه من معرفته في طبيعه القضيه الفلسطينيه، يعني هو عارف شويه معلومات كويسه عن هذا الاشي. يعني احنا ما بنقدر نقول انه هو عارف الحقيقه كما يجب ان تكون، ولكن في عنده معلومات كويسه. يعني مثلا عارف انه المستوطنين بيستولوا على اراضي فلسطينيه اكثر
أكثر، وهذا شيء كتير كويس، ولكن هو يعتقد أنه الصراع قائم على أساس ديني أو ما شابه، وأنه طالما الديني بيتدخل ما فيش حل أو ما شابه، ولكن هو هذه الصورة اللي وصلته. ولكن اللي لفتني أنه هو يعني خلص يعني كثير منهم هان مثلا شوية منحاز للجماعة التانيين لأنه الإعلام والحكومة مغطيين كتير، ولكن هو حكى لي إياها بصريح العبارة أنه هان الحكومة الألمانية ما بدها الشعب يتكلم بطريقة مش كويسة عن إسرائيل أو ما شابه، لأنه ممكن يواجهوا عواقب مش سليمة. فعارف هذه الأشياء، وهذا إشي كتير كويس. محمد زهق على فكرة، وأنا إيدي تعبت وأنا شايل الجيمبل صراحة، لأني عدت هذا المقطع 10 مرات. أنا ما زهقت، أنا اتكلت. هو التاكل كمان، أنا اتكلت لأنه هنا في شوية حشرات زي الفل، فبعتقد أنه إحنا صار لازم نضبط بغراضنا ونروح على البيت. هاي المكان اللي إحنا فيه، هاي هذه جينا هون، طبعا هاي المكان تبع الأشعة وهيك، بعد نطلعناها من الجسر وجينا هيك، هاي نهاية اللسان، بعدين عودنا رجعنا للمكان اللي إحنا فيه. طبعا هذه شايفين كيف طلعت، بس شوف كيف كمية المساحة اللي احنا كنا سيبناها. يعني انا مشيت لحد هنا وحسيت حالي مشيت كتير، بس شوف واو ولا حاجة هذه كاينة. احنا نزلنا في هاي المحطة طبعا، فالمحطة التانية بتكون في الشقة التانية قريبة منها، يعني ضايل هالجيتة للبوس ساعة لعشر دقائق اذا شايفين اليوم الاثنين. طيب احنا هنقدر نيجي نقعد هنا 40 دقيقة استمتع في الفيو شوية وبعدها بنروح. طيب هنا هنقدر خلصنا مروحين، خلصت فترة الانتظار. انا مش عارف كيف اتعامل مع العنصرية بتاعت العصفور هاي. ربك اسكت.